شرفتوني ونورتوني معاكم ياسمين. انا بقى جايه اكلمك النهارده عشان الفتره اللي فاتت كنت بجرب حاجه تحفه جدا، طبيعيه 100%، اغلى حاجه تقريبا 49 جنيه. انا كل حاجتي دلوقتي بجيبها من التنين. اوكي، انا بشتري الاعشاب بالتخسيس من التنين، بجد بتنسف البطن. هقول لكم النهارده تجربتي والفتره اللي فاتت، انا بقالي شهر بجرب الحاجات دي، لان الواحد لما بيخس كده من كل حاجه تبقى البطن بز كده، وشكلها بصراحه فظيع جدا، بتخسي كل حاجه الا الجناب والبطن. دي بقى هتقضي على الجناب والبطن بس. الانواع اللي انا استعملتها دي بس اللي انا جربتها، اي انواع تانية انا معرفش عنها حاجه. هقول لكم الانواع كل حاجه بالظبط، يعني مدروسه متجربه مره واثنين وثلاثه وعشرة، عشان كده جابت نتيجه، وبالتالي موجوده في كل مكان ومتاحه. واحلى حاجه النتيجه السريعه، انا بحب النتيجه السريعه. اول حاجه زي ما انتم شايفين دي اعشاب الحميه الغذائيه او حميه التخسيس زي ما انتم شايفين، عباره عن اربع اعشاب: البردقوش، وكمان بذور الشمر، هقول لكم فايده كل الحاجات دي، وكمان الجنزبيل، بذور البقدونس، والشاي الاخضر. اول حاجه ان الاعشاب مهمه جدا جدا للجسم، بس تكون اعشاب ما كان موثوق فيه، مش اي اعشاب وخلاص. وما ينفعش انت تجيبي اعشاب وتقعدي تغليها على مزاجك وتعمليها على مزاجك، كل حاجه لوحدها بتبقى طعمها وحش قوي. فبنحط حاجات على بعض بتاع نعمل ميكس طعم حلو كده، بنقدر نستطعمه ونقدر نقبله. يعني اصلا ما ينفعش تاخدي شاكوريا لوحدها تحطي عليها سكر هتتخني، ما ينفعش تاخدي بذور الشمر لوحدها طعمها مر جدا، البقدونس هتبقي متضرره وانت بتشربيه. فتخيلي الشاي الاخضر، طعم الشاي في كل الحاجات دي مع بعض بتديكي نتيجه حلوه. طب ليه الاعشاب بناخدها وقت التخسيس او وقت عايزين نخس جسمنا مليان؟ الكبد ده هو اللي بياخد السموم من الجسم، وهو بيوزع الدهون على الجسم، وهو بيساعد على حرق الجسم. تخيلي الكبد بتاعك كسلان، عليه دهون، ما بيعملش كل الحاجات دي، ما بيخرجش السموم من الجسم، ما بينظفش الجسم، يبقى محتاج تنظيف. فالتنظيف بتيجي من الاعشاب اللي احنا بناخدها، والحاجات اللي بتنظف المعده وبتنظف الامعاء بتاعتنا وبتظبط اكلنا وبتظبط الشهيه بتاعتنا. يعني مهما اكلتي مهما اكلتي، على فكره لو الاعشاب دي مشيتي عليها فتره وجسمك ندف، عملتي تنظيف داخلي من لجسمك من جوه، صدقيني صدقيني هتاكلي اللي انت عايزاه وبدون حرمان وبدون اي قلق خالص، هتشوفي النتيجه بعينك. واحلى حاجه اللي ما بتعملش شحوب في البشره، مش وشك يبقى تعبان، وشك كده خاسه قوي، فوشها دي تعبان، وشها يعني مالك انت تعبان، عندك ايه؟ عارفه الجو ده ما بحبوش خالص، لما حد يشوفني وانا عامله رجيم او خاسه، لا ما بحبش كده خالص. الحميه الغذائيه، شاي التخسيس بصفه عامه، بس الشاي ده مكون من اربع حاجات، انا بحب جدا المكونات، احب اقراها واقرا عنها واستفسر عنها. طيب الشاكوريا اولا بتساعد على تنظيم السكر في الدم، وتاني حاجه بتعمل للمعده امتلاء كده، بتحس ان معدتك مليانه ومش جعانه، وطول الوقت شهيتك بصراحه مسدوده، فدي حاجه وكمان بذور الشمر دي برده بتعمل امتلاء في المعده وبتظبط مستوى السكر في الدم. كل الاعشاب اللي انا هتكلم عليها النهارده دي بتساعد ان مستوى السكر بتاعك ما يعلاش قوي، عشان لما بيعلى قوي بتجوعي قوي، هتقعدي بقى تاكلي 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 وانت مش حاسه باي شبع خالص، فدي بتحسسك انك شبعانه وانك بطنك مليانه وبتاكلي طبيعي. يعني انت كلي طبيعي واشربي دي، يعني اتغدي طبيعي، اتعشي طبيعي، كمان افطري طبيعي. قبل الاكل بس هناخد كوبايه وخلاص، وبعد الاكل كمان. يعني انا كنت باخد 4 مرات في اليوم، فدي حاجه كويسه جدا، بتحسي قد ايه بطنك مليانه وشبعانه وبتاكلي اللي انت عايزاه برضه. يعني كنت باكل حلويات وباكل كل حاجه، كل حاجه كنت باكلها في نفس الوقت بشرب المشروبات دي. اول حاجه زي ما انتم شايفين الشاي ده سعره 39 جنيه، وكمان البقدونس بينظف المعده وبيخلي ريحه البق حلوه والجو ده كله، غير انه بينظف المعده وبيحسن عمليه الهضم الاكل كمان. والشاي الاخضر بيعلي غده الحرق، الغده اللي عندنا، الغده اللي بتبقى ساعات بتكون كسلانه شويه، تدي يعليها، ومضادات الاكسده مهمه جدا للبشره، بشرتك ما تبقاش متاكسده او غامقه، بشرتك تبقى فاتحه ومنوره. تاني حاجه معانا من الاعشاب اللي انا بحبها الشاي الاخضر بالجنزبيل وكمان القرنفل، ده حلو قوي قوي قوي. الناس اللي بتحس باجهاد بدني او اجهاد ذهني، يعني تعبانه ما بتعمليش اي حاجه بس حاسه انك تعبانه ومرهقه، عايزه كده نشاط وحيويه وفي نفس الوقت، ده مفيد جدا جدا للناس اللي بتعمل طبعا حميه غذائيه او عايزه تخس طبعا. هو ده حلو قوي قوي، بيساعدك انك تبقي نشيطه وفي نفس الوقت ما اكلتيش كتير ما شربتيش كتير، بس جسمك فيه نشاط وحيويه، وهايل هايل هايل، بتنظف الامعاء وبتنظف الدم وبتنظف الكبد، فدي حاجه لطيفه جدا. الشاي الاخضر لسه قايله فوائده، وكمان القرنفل هايل هايل للجسم، ريحه العرق حلوه، ولما بتشربي الحاجات دي بتغير ريحه جسمك خالص، بجد بتخلي ريحه جسمك هايل. السمان او الناس اللي عايزه تخس طبعا بيعرقوا كتير قوي قوي، ولازم يبقى عرقهم كمان ريحته حلوه، فالاعشاب دي بتحسن كمان ريحه العرق جدا، فبجد استعمليها هتفرق معاكي قوي قوي، وبالذات بقى الشاي اللي جاي ده. الشاي ده اللي جاي ده لو شربتيه اكن عرقك ده برفان، بجد بيبقى ريحتك حلوه قوي قوي قوي. الناس اللي بيجي لها
اسهال كتير بعد الاكل او سوء هضم بعد الاكل او الاكل جسمهم ما بيستفادش منه، بيتخنوا من اقل حاجه لازم يشربوا الاعشاب دي، اسمها اعشاب الهضم الصحي. دي بتساعد على هضم الاكل وحركه الامعاء تبقى كويسه، وطبعا الحاجات دي مش هتجيب نتيجه من اول او تاني تالت او رابع كوبايه، بالعكس لازم تمشي عليهم فتره طويله زي شهر كده عشان تقبلك النتيجه الصح. دي طبعا مكونه من البذور الكرويه والنعناع وبذور الشمر، بذور الكاموميل. انا فاكره قوي الكاموميل لان انا كنت بحب اقرا الحاجات اللي بتبقى مميزه دي واقرا عنها شويه عشان افهم بتعمل ايه في الجسم. الحاجات دي كلها كويسه جدا، حلوه جدا، لازم تشربي من 3 ل 4 كوبايات في اليوم. تاني حاجه مهمه قوي ان الحاجات الطبيعيه اللي تكون مدروسه ومعروفه، مش تروحي عند العطار الحاجات عنده الاعشاب تبقى مكشوفه كده وتاخدي بسهوله وتمشي، روحي مكان موثوق فيه، اعرفي المكان اللي انت بتشتري منه، مش شرط لازم امتنان اللي انا بعرضه دلوقتي، روحي اي مكان انت عارفاه واثقه في العطار ده واشتري منه الحاجات دي، لان الحاجات دي اساسا تخش جسمك وهتخش الدم بتاعك، فلازم تكوني واثقه في اللي انت بتشتري منه. واول ما توصلي للوزن اللي انت عايزاه وقفي على طول، لان الحاجات دي بتزود الحرق في الجسم قوي 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 جسمك. انا وقفت دلوقتي، وصلت للوزن اللي انا حباه، مش عايزه اخس اكتر من كده. اشوفكم على خير في فيديو جاي، لو عجبك الفيديو اعملي لايك الفيديو، اشتركوا في القناه، فعلي الجرس عشان يوصل لك اي فيديو جديد. باي باي.